النهارده، لكن ضربه البدايه زي ما انتم تعودتوا دايما مع مقالي ومقاله الكاف وازمه جديده يا باشمهندس. كنت عايز تبتدي بالكاف؟ على عايز تستمر في الاستقلاليه بتاعتك؟ انا عايز اكمل دي بس، عايز لان ده اخطر ما يواجهنا. اتفضل. سيبك بقى من شقلبه البناط والكلام ده، اذا ما عملناش كده احنا في خطر. انت لما تحب تضرب عدو مستعصي عليك تعمل له ايه؟ تضربه من الداخل. مش عارف تضربه من الخارج، تضربه من الداخل. النادي الاهلي وقد استعصى على خصومه وبعض منافسيه للاسف، جزء من هذا البعض ما بيعاملكش بامانه. هو يصدر اليك المتاعب ويستدرج الجزء الهش من محبيك. الجزء اللي ما عاشوش صلابه النادي الاهلي. ايوه. ما عاشوش سر عظمته. ايوه. يندس بينهم ويصدر لهم الغضب. تخيل ان جمهور الاهلي اللي محقق كل حاجه الموسم الماضي جمهور زعلان. هتقول لي حلو لان الجمهور عايز منه الافضل، طبعا حلو. لكن لما تعوز مني الافضل تعوزه بالطريقه اللي تقويني مش اللي تضعفني. انا في لحظه مش محتاج حد ينظر على حد، ولا حد يشتغل شغل حد، ولا حد. النهارده كان عندي عامل من العمال وابتدى يتكلم معايا في الكوره، سالته كم سؤال جاوب عليهم. قلت له طيب انت بتسالني في ايه؟ راح ساكت. يعني هو زعلان من النتائج؟ لا يا كابتن، كويس. بس احنا طيب المهاجم اللي انت عايزه والمدافع اللي انت عايزه، هو مين اقوى هجوم ومين اقوى دفاع؟ بكل عيوبنا، عندنا عيوب خلاص نواجهها ونصلحها، لكن مش باستبعاد واستحضار عناصر جديده، لا على مستوى اللعيبه ولا على مستوى الاداره ولا على مستوى المدربين ولا. هذا كلام خطير بيعمله غيرنا وبيدفع فاتورته، مش الاهلي اللي بيعمل كده. الاهلي كل اللي عايزه منك يوم ما كانش فيه توفيق. يعني احنا لما خسرنا من سيمبا وحشين، لكن بكل مقاييس الكره مفيش. ما تجيش تقول لي عشان طلعت مش عارف مين ونزلت مين كان احسن، ايه كل ده مال ومال انك تضيع 20 فرصه. زائد كمان لما يجي عدم التوفيق المزعج من الحكم في الوقت القاتل بلعبه غريبه جدا تدخلك في حسبه من اعجب ما يكون، من ضمنها المشكلة اللي انت هتشوفها.